وزير الخارجية سامح شكري يلقي اليوم كلمة نصر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف. الجيش اليمني يعلن سيطرته على الطريق الدولي في صعدة. والزعيم الكوري الشمالي يصل هانوي استعدادا للقمة التاريخية الثانية مع ترامب. الحادية عشرة صباحا التاسعة بتوقيت جرينتش موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. يبدأ وزير الخارجية سامح شكري اليوم زيارة إلى مدينة جنيف السويسرية لإلقاء بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى لدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وكذلك الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري سيستعرض في كلمته أمام المجلس رؤية مصر حول أهمية مراعاة حقوق الإنسان من منظور شامل يتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فضلا عن الجهود التي تقوم بها مصر لإرساء مبادئ حقوق الإنسان. كما سيلقي كلمة أيضا في مؤتمر نزع السلاح تتناول مواقف مصر الثابتة تجاه قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار. بحث وزير الدولة للإنتاج الحربية الدكتور محمد سعيد العصار مع عضو البرلمان الألماني وممثلي شركتين ألمانيتين إمكانية عقد شراكة بين الجانبين، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال تدوير المخلفات والتشييد والبناء. يأتي هذا اللقاء في ظل الأهمية التي توليها الحكومة للبدء في إنشاء منظومة متكاملة لتدوير المخلفات ومعالجة المواد الصلبة، حيث تم التأكيد على ضرورة الاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا المجال. أعلن الجيش الوطني اليمني سيطرته على مناطق بينها الطريق الدولي في باقم بصعدة، وفي غضون ذلك قامت قوات التحالف العربي بعملية إنزال جديدة للأسلحة والذخائر لقبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة. يذكر أن القبائل قد صدت مؤخرا أكبر هجوم لميليشيات الحوثي على مناطقها في المديرية، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى معظمهم من الحوثيين. وصل زعيم كوريا الشمالية إلى فيتنام استعدادا لعقد القمة الثانية بينه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتستعد العاصمة الفيتنامية هانوي لاستضافة هذا اللقاء غدا، حيث يأمل الجانبان في التوصل لاتفاق يتم بموجبه نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية مقابل إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. اجتمع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعدد من وزراء حكومته على رأسهم وزير الدفاع والداخلية، وذلك لمتابعة الأوضاع بعد أن شنت القوات الهندية ضربات جوية فجر اليوم على معسكرات إرهابية عند خط المراقبة الحدودية. يأتي هذا فيما أوضح مصدر مسؤول بالحكومة الهندية أن المقاتلات شنت غارات جوية على مواقع يشتبه أنها تابعة لمسلحين في باكستان، ما تسبب في سقوط قتلى. هذا فيما أشار وكيل وزارة الخارجية الهندية لأن بلاده استندت إلى معلومات استخباراتية موثوقة تشير لأن المتمردين يخططون لشن عدة هجمات في الهند. نهاية الموجز، لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري إكسترا نيوز. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.